Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم بوصفه كافيار دوبرجين سلطه بابا غنوج والمعروفه في المشرق بالمتبل. نروحو دركا المكونات. حين نحتاجو زوج باذنجانات يكونوا مويان، جوج تاع نص حبه قارص، مغرف كبيره تاع ياغورت ناتور، مغرف كبيرة زيت زيتون، دو غوس داي. نحتاجو تاني المغرف صغيرة ملح، نص مغرف صغيرة فلفل كحل، ونص مغرف صغيرة كمون. بسم الله، هنا راح نبداو التحضير. حنجيب الحبات تاعي تاع الباذنجان وراح نقصهم بالطول على 3 ولا 4 ترونش. انا لهنا الحبة تاعي جاتني شويه كبيره، راح نقصها ل 4 ترونش. شوفوا لهنا معايا كيف راح نقص. راح نحي لا بارتي الفوقانيه. لهنا نزيدو تبعوا معايا كيفاش رايحه نجيب موس. رايحه ندير خطوط من الداخل كيما نقولوا حنا، نشلطوه، نصب عليه شويه تاع زيت زيتون باش يطيب لي ليه ليه، ومن بعد ندخلو للفور يطيب ابتي فو حتى القشره اللي دايره بيه تزيد باس مليح وتكحل. بعد ما طاب لي الباذنجان تاعي رايحه نخرجه ونخليه يبرد شويه، ومن بعد حنبدا نقشره ونكرطه بالموس ونحي البلايص الكحل بكل باش اللون تاعي ما يجيش فونسي. وصلنا المرحلة الأخرى واللي هي لاسيزونمون ولا التتبيلة. راح نهزو الباذنجان تاعنا المقشر، راح نضيفو له باقي المكونات وراح نخلطهم بالبغا ميكسور. لهنا اون بتيت غومارك، الوصفة الأصلية تاع بابا غنوج تندار بلا بات دو سيزام ولا نعيطولها أيضا الطحيني، اللي في الوصفة تاعي لهنا ما استعملتهاش. هنا راح نحطوه في صحن التقديم، راح نديرو ان كرو في النص وراح نحطوه فيه زيت زيتون. هنا طريقه اخرى للتقديم، حنحطو لا ميم شوز، نحطوها في صحن، نديرو كرو في النص، نحطو فيه زيت زيتون ونزينو الحواف تاعنا باستعمال فرشيطه اللي كنو غمسناها من قبل في الفلفل الحمار. فوالا، وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش الاشتراك في القناه، ديروا لنا جيم وتخليونا كومونتير. سلام.